راح نبني هلا ريكتيفاير عشان نعمل ريكتيفيكيشن بعد ما عملنا هذول العلاقات اللي موجوده هون. ريكتيفاير راح يكون في 6 بالسز. طبعا انا عندي في 3 سورسز اللي هم ار واس وتي بالنسبه للنيوتر. راح يكون عندي في دايلوج هون. طبعا هذا ان كنترول ريكتيفاير لانه مش عمال يتحكم بالفايرنج عندي تبعت اللي حاطط دايلوج مش حاطط اس سي ارز. لو كان عندي اس سي ارز راح يصير هذا كنترول ريكتيفاير. راح ندرس الكنترول ريكتيفاير في اللقاء. اذا حتى اقدر اعمل ريكتيفيكيشن للثري فيز بيلزمني 6 دايلوج. راح نرقمهم 1 2 3 4 5 6 وهذول راح نسميهم ان كنترول. بعدين عندي هون راح يجي هاي ار. هون عندي الاس. هون عندي تي. قلنا الار ليدنج اس واس ليدنج تي وتي ليدنج ار. وعندي هذول الست دايلز. هلا هون راح افترض انه اللود للتبسيط راح افترض انه اللود عندي الان ريزيستيف لود ما فيش في فيز انجل. راح افترض انه هون ريزيستيف لود. خلينا نطلع على الاوتبوت. الاوتبوت هون وين راح يكون البوزيتيف من هذا الريكتيفاير؟ وين راح يجي البوزيتيف يطلع معي؟ لا هون هون هذا الدايت انا معطينه هون. البوزيتيف راح يجي نيجاتيف. وهلا راح يجي عندي في لحظه من اللحظات راح يجي عندي مثلا اذا ار كان الموست بوزيتيف راح يجي عندي فولتج هون وراح يرجع الفولتج. يعني لازم حتى يمر كرنت في هذا الريزستر لازم يجي عندي شيء يمر في واحد من الدايتز الثلاثه هذول ويرجع في واحد مختلف من الدايودز الثلاثه. خلينا اول شيء نطلع على 1 3 5 2 4 6. بتتذكروا بالسنجل فيز فول ويف ريكتيفاير كم دايود كان عندي؟ أربعة. وفي اي لحظه كان يشتغل عندي 1 و4 او 2 و3 مش هيك؟ فبدي 2 دايود. نفس الشيء هون بدي 2 دايود بس هون في عندي خيارات مش هيك؟ لو واحد كان يشتغل هو البوزيتيف مين ممكن يشتغل مع نيجاتيف؟ ما ممكن يشتغل اثنين مش هيك؟ بصيرش يشتغل واحد واثنين مع بعض. لازم يشتغل أربعة أو ستة. إذا راح يصير عندي راح يشتغل واحد مع أربعة أو واحد مع ستة وهلا راح نشوف كيف. بعدين إذا كان ثلاثة هو اللي كان الموست بوزيتيف وشغلان راح يشتغل مع اثنين وستة، اثنين أو ستة بأي لحظة، يعني مرات ثلاثة واثنين وبعدين بيتحول يصير ثلاثة وستة. وبعدين عندي لما خمسة يكون الموست بوزيتيف ويشتغل راح يشتغل مع اثنين أو أربعة، وراح يكون اثنين أو أربعة في حالات اثنين وفي حالات أربعة. هلا إذا طلعنا على 3 دايودز هيك مشبوكين خلينا نرسمها بشكل مختلف حتى نشوفوها بشكل أوضح. لو عندي انا 3 دايودز كلهم لاحظوا هذول مربوطين كلهم الانود الكاثود تبعهم بنفس النقطه مظبوط؟ فهذول الثلاثه دايودز 1 و3 و5 ثلاثه مشبوكين بالطريقه هذه. وعندي هون ار واس وتي وهون بيطلع لبرا البوزيتيف. مين الدايود من الثلاثه هذول اللي راح يشتغل؟ لما يكون R the most positive أو S the most positive أو T the most positive. يعني إذا R more positive من S و T أي دايود راح يشتغل؟ R مش هيك؟ يشتغل واحد. ولو صار في لحظة من اللحظات S the most positive مين راح يشتغل؟ S ثلاثة. وإذا T كان the most positive مين راح يشتغل؟ لأنه لما يكون هذا the most positive مش راح يدخل فولتج هون ويعمل ريفرس بايسنج لهذا ولما يدخل هون راح يعمل ريفرس بايسنج لهذا. يعني مش حكينا الدايت شو تعريفه؟ اذا كان هاي النقطه الفولتج تبعها اعلى من هاي النقطه راح يطفي هذا الديفايس مش هيك؟ راح يعمل سويتشنج اوف. اذا القاعده بتقول الدايود اللي بيشتغل من 1 و3 و5 اللي بيكون الفولتج تبعه هو ذا موست بوزيتيف. اوكي هاي قاعده مهمه. اذا اللي بيكون ذا موست بوزيتيف اللي الفيز تبعه ذا موست بوزيتيف واضحة هاي القاعدة؟ ونفس الشيء نيجي نطلع على هون، عندي هذول الثلاث دايودز 2 و4 و6 مشبوكين بالنقطة هاي ومن هون مشبوك في R من هون مشبوك في S من هون مشبوك في T. في هاي اللحظة لما بكون الموست نيجاتيف لما يكون R ذا موست نيجاتيف مين راح يشتغل؟ راح يشتغل اثنين او اربعه او سته
لان اللي بيكون هذا الموس نيجاتيف راح يطفي 4 و6 راح يشتغل 4 و6 المهم يطفوا. واضحه هي النقطه؟ اللي بيكون موس نيجاتيف هو 1. اذا القاعده بتقول كيف بعرف انه واحد او ثلاثه او خمسه شغالين؟ بشوف مين الموس بوزيتيف، هل هو ار او اس او تي. ومين بعرف انه شغال من 2 و4 و6؟ بشوف بهذيك اللحظه مين الموس نيجاتيف، ار او اس او تي. فكيف بدي اعرف بهي اللحظه من اللحظات مين الموس بوزيتيف مين الموس نيجاتيف؟ وين؟ وين بتطلع؟ وين بدي اطلع؟ بتطلع على الرسمة هاي اللي موجودة هون، مش من الرسمة اللي موجودة هون، أنا بقدر أقول هلا في الفترة هاي مين الموست بوزيتيف؟ انسى اللاين، احنا بنحكي عن الفيز هلا، مين بالفيز الموست بوزيتيف؟ في هاي الفترة؟ الأزرق هون، مش هذا ذا موست بوزيتيف؟ في الفترة هاي مين الموست بوزيتيف؟ الأخضر اللي هو الإس، في الفترة هاي مين الموست بوزيتيف؟ طيب نيجي نطلع على الموست نيجاتيف، بالفترة هاي مين الموست نيجاتيف؟ يعني هون قصدي هون عند النقطة هاي وبعدين هون الموست نيجاتيف وبعدين هون الموست نيجاتيف. واضحة إذا القاعدة؟ إذا نحن راح نقول اللي راح يشتغل معي أو يطفي في أي لحظة من اللحظات هو الدايركت اللي بيشتغل في أي لحظة من اللحظات هو الموست بوزيتيف، وفي أي لحظة من اللحظات اللي بيشتغل هذول هو الفيس تبعه هو الموست نيجاتيف. إذا في العمل هاي العملية بإمكاننا الآن نحدد مين راح يشتغل عندنا وإيش الفولتج أوتبوت اللي راح يطلع معنا على الأرض. Thank you.